انتهى الوفد الاقتصادي البحريني من أعمال محطته الأولى الترويجية في مدينة شينجن الصينية، وستشمل الجولة أبرز المراكز التجارية الحيوية في الصين في الفترة القادمة، كل من مدن هانغتشو وخبي والعاصمة بكين، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين. أنهى الوفد الاقتصادي البحريني محطته الترويجية الأولى في مدينة شينجن الصينية برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وبتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، حيث شهدت أعمال الوفد الاقتصادي زيارات للشركات والمؤسسات الاقتصادية ومنتدى البحرين شينجن للأعمال، الذي من خلاله وقع الوفد البحريني 8 اتفاقيات اقتصادية في قطاعات حيوية أبرزها التكنولوجيا والنقل. إن من خلال هالجولة مع رئيس غرفة التجارة مع سعادة المحافظ نمر على عدة مدن، منها شنجن، منها بيجينغ، منها هانغجو، مقابلة الشركات، شرح لهم مملكة البحرين كبوابة للدخول إلى منطقة الخليج وجذب هذه الاستثمارات وخلق الوظائف. هاي مهمتنا الرئيسية. احنا الحين عندنا توافق استراتيجي مع مجلس التنمية الاقتصادي لتوحيد الجهود للترويج للبحرين في الصين وبقية دول العالم، وهذه محطة من المحطات اللي احنا ننصب لها، وهذه هدف من اهداف الغرفة ان ترويج للبحرين من خلال هذه الزيارة. هذا وقام الوفد البحريني بزيارة إلى مقر شركة هواوي الصينية وموقعها الجديد للبحث والتطوير، وذلك إلى جانب زيارة سوفت بانك الصيني واس اف اكسبرس لوجستية وانترفيوجن للذكاء الاصطناعي والعديد من الشركات الصينية بهدف استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق وظائف نوعية في السوق المحلي. كما قام الوفد بزيارة حاضنات الأعمال جالكسي ومجمع حاضنات الأعمال شينجن بي إنو بارك بهدف التعريف بالتجربة البحرينية في خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال والاطلاع على التجربة الصينية. في فرص كثيرة الحين في البحرين، لأن ابتدينا المشاريع المسرعات الأعمال، كل واحد منهم يستثمر في المشاريع الناشئة اللي توهم أفكار، ويا الفند فند للواحة اللي ابتدوا بنك التنمية في كذا صندوق رأس مال جريء قاعدين يفتحون في البحرين. فحاليا البحرين في كذا جهة تقدر تروح كرائد أعمال عشان تحصل دعم مالي واستثمار في مشروعات. نأمل تشكيل آلية لتبادل الفعاليات بين حاضنتنا والبحرين لتعزيز التبادل والتعاون في مجال الصناديق الاستثمارية وشركات ريادة الأعمال، إذ تتطلع الشركات الصينية للاستثمار في البحرين وغيرها من دول الشرق الأوسط في المستقبل. فضلاً على ذلك، فإن شركتنا كأول محطة للدخول إلى السوق الصينية تقدم المساعدة للشركات البحرينية لتنفيذ مشاريع تجارية من خلال توفير معلومات حول السوق الصينية وموارد للبحث العلمي. وتمثل مدينة شينجن المحطة الأولى في جولة الوفد البحريني التي تتواصل 9 أيام وتشمل أبرز المراكز التجارية الحيوية في الصين، عشية اقتراب الذكرى 30 لتدشين العلاقات الدبلوماسية معها.